لتركيا هنا تجارب هائلة جدا، فأننا لا نتجلب عن تقاسم هذه التجارب مع كل الأصدقاء والأشقاء. إذا يقترب منا خطوة فنحن نقترب منهم خطوات، ولهذا السبب فأن العلاقة والاهتمام لهذا الاجتماع، ونرى بأن أكثر من 200 رجل أعمال تركي وسيدة أعمال تركية يحضرون، والأنتم أيضا مع 6 من رجال الأعمال وسيدة أنتم هنا، ولهذا السبب هذا أيضا هو تضامن تركي والجزائر. نحن نرى الجزائر بأنها جزيرة استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة، ونرى بأيضا الجزائر شريكة تجارية كبيرة لنا في أفريقيا.